الواد اللي يفرج على روحه بس. واش كاين؟ واش دول؟ بابا عباس اليوم واش كاين؟ ما باليكش. ما على باليش. اليوم كاين عيد ام مع باليكش. ياوا كل 15 يوم عيد وهذو العيال مش عيفضوا ولا وشي. يا ابي لازمتنا امه نديروا العبسه اليوم يا ابي. احسن حاجه نديروها بوكشيه نقبضك نردك نعلقك نطلق عليك امك شنطريني فيك بالبالا. هاي السلام عليكم ابي. الوا ارجع. انا ابي اقعد مالك ما تحركش اني جاي. وين امك؟ اي راه عمي جعفر دوك نجي. ايوا دوك نقول لكم واش نديرو. ايه واش نديرو واش نديرو؟ نقول لكم واش نديرو. شتو هاديك فرعيس قش متايج لما عن مش مغسولين دنيا مقلبه نظفوها بعد يجي امكم جاكاها نظيفه. هذه فكره مليحه ابي. ايه فكره مليحه بابا. دوك عندك سيماليك من الخدمات تعتقى فهاد القش تشخص اللمان وانت تسيق وتجر القش. وانت ابي واش دير؟ انا نعزك مشي لي واش دير هذي. هيا راهو ما تجيبكم اذبوا. نرجع نقول لك هذا كلمات جاب ميوان كل عام وانت بخير يا ماما. ايه ولا لا روعه كون غيري عود كل يوم عيد ام.